هنا عاملين مقارنة لأسعار السلع الأساسية، أنا بس مختار ثلاثة أربعة منهم ما بين مايو 21 ومايو 22. أنا هتكلم فقط على القمح والبترول. القمح كان تمن الطن في مايو 21 270 دولار، النهاردة 435 دولار تمن الطن. طب في دولة زي مصر بتستورد ما يقرب من 10، يبقى حضراتكم بدل ما كنت بدفع 10 مليون كنت بدفع 2.7 من 10 مليار دولار، بقيت هدفع 4.4 من 10 مليار دولار. انا بستورد فقط نفس الكمية، انا مش هتكلم على ان احنا بنزود نتيجة للزيادة السكانية، لا انا فقط بتكلم على هذا الموضوع. بنتكلم على البترول، كان تمن البرميل 67 دولار، النهاردة 112. طب مصر بتستورد قد ايه؟ 100 مليون برميل في السنة، كنت بدفع عليهم 6.7 من 10، بقيت دلوقتي مضطر ادفع 11.2 من 10. انا بس بدي لحضراتكم عشان كلنا نبقى حاسين بعظم الأزمة، مش في مصر، في العالم كله بيحصل ايه. وده اللي خلى النهاردة دول كثيرة جدا تبدأ تتجه لموضوع الحل الموضوع بان التشديد النقدي، وكلنا طبعا تابعنا القرارات اللي خدها البنك الفيدرالي الامريكي اللي عمرها ما حصلت بقالها اكتر من 20 سنة، يزودوا نسب الفايدة عشان يشددوا شوية الحركة ويكبحوا الجماح، ودي وتبعت البنك وتبعت طبعا قرارات البنك المركزي الفيدرالي، دول كثيرة جدا راحت على طول رفع بنفس الفكرة. انا بس بوري حضراتكم قد ايه احنا في خضم أزمة العالم كله النهاردة بيعاني منها، كبيره وصغيره. وبالتالي ده كله لأن خلاص إحنا في عصر ما بقاش الموضوع الدولة تستطيع أنها تغلق حدودها على نفسها وتقول أنا بمعزل عن العالم، الكلام ده ما بيحصلش. أي تأثير لأي أزمة عالمية بيأثر في العالم كله، فالنهاردة لازم نحن نبقى حاسين بمدى التأثير الشديد لهذه الأزمة على العالم كله. وبالتالي النهاردة كل المؤسسات الدولية، ويمكن أنا كنت بقول مع زملائي من الوزراء والمجموعة الاقتصادية، أنا بقول أهو أتحدى أي خبير عالمي النهاردة يطلع يقول كيف سيكون عليه شكل الاقتصاد العالمي في خلال سنة. سيطرة من حالة عدم يقين، محدش عارف بكرة هيحصل فيه. أنا بقول لحضراتكم لأن ده كله بيفرض عبء شديد جدا على الحكومات وعلى القيادات انها ازاي تدير ازمة لم يشهدها العالم بقاله 80 سنة النهاردة، وازاي نتعامل معاها ونكون قادرين على مواجهتها. فبالتالي يمكن التعبير اللي اثير لهذه الازمة، ازمة اوكرانيا، انها ازمة فوق الازمة او ازمة بعد ازمة. هو كانوا بيتكلموا على كورونا ويدوبك العالم لسه بيشم نفسه حصلت هذه الأزمة، فأزمتين ورا بعض فتداعياتهم الكبيرة. وبالتالي الصندوق النقد نفسه الدولي قال الكلام ده هيلقي بظلاله القاتمة على الاقتصاد، والأمين العام للأمم المتحدة قال إن هذه الأزمة ممكن أن يعني توقع هذه الأزمة نحو 1.7 مليار شخص، يعني أكتر من خمس البشرية، في براثن الفقر والعوز والجوع، في ظاهرة عمرها ما حصلت من عقود كبيرة. نفس الكلام قاله رئيس البنك الدولي، ان عندنا ازمة كبيرة جدا هتقلص من اعمال النمو وهتثير التضخم وهتعمل ازمات كبيرة.